مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر كل يوم. كواليس وتطورات كثيره حدثت على الساحه خلال الساعات القليله الماضيه، هنستعرضها مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه النهارده. كمان هنوضح ليكم اخر المستجدات فيها، وزي ما عودناكم دايما فقراتنا هتكون متنوعه ومختلفه وشامله ايضا موضوعات عديده وكثيره تشمل كافه التخصصات. اما بالنسبه لفقرتنا الحواريه النهارده هيشرفني فيها الدكتور إبراهيم حمدي راشد، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، هنتكلم معاه فيها عن أزمة تربية الأطفال في ظل التطور التكنولوجي وضعف دور الأسرة والمدرسة وسيطرة النماذج غير الإيجابية على السوشيال ميديا. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلونا مشاهدينا الكرام نروح لأول أخبارنا. النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، كذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. معانا النائب أمين بسيوني، أمين سر الأمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا إحنا هذا الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومجموعة أيضا من الوزراء، بالتأكيد هو يعني يهدف إلى تطوير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان في العديد من المناطق. كيف رصدت هذا الاجتماع والتوصيات التي خرج بها تحديدا؟ لا حضرتك، يعني احنا مش عايزين نختتم نشاط وزاره الاسكان في الحاجات برضه اللي حضرتك ذكرتيها، لا نشاط لجنه وزاره الاسكان ممتد وممتد برؤيه قطه سياسيه عندها رؤيه صاقبه للمشاريع المختلفه والاحتياجات الشعب المصري. نعم، يتم التنفيذ بناء على تخطيط مسبق ورؤيه استراتيجيه واضحه. يعني تكلمنا على العشوائيات وتطوير المناطق الخطره والاكثر خطوره وازاله المناطق العشوائيه. هو مش مجرد ان انا بنقل السكان من مناطق لمناطق اخرى اكثر تحضرا، لا، ده قضى على مشكله كبيره للاسف الناس ما بتبقاش واخده بالها، انما قضى على مشكله خطيره جدا، انهيار العقارات قضى عليها بنسبه 80-90%، انهيار العقارات القديمه، لان احنا عارفين كلنا ان العقارات القديمه والقايله للسقوط كانت في المناطق العشوائيه الخطره والاكثر خطوره، ودي برؤيه ساقطه للقياده السياسيه تم القضاء عليها. هنقول الاسكان الاجتماعي وتوفير شقق للشباب المقدم على الزوال. يعني لو شفت مدينه بدر ومدينه العبور الجديده ومدينه الشروق مختلف المدن المصريه، الكم كبير جدا من الاسكان الاجتماعي. نعم، للشباب وللطبقات الاكثر يعني احتياجا. طيب حضرتك يا فندم أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال الجلسات القادمة ما هي أهم المشروعات، سواء مشروعات قرارات أو يعني أفكار يمكن مناقشتها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالإسكان ومشروعات الإسكان تحديدا في عصر الجمهورية الجديدة؟ يعني إن شاء الله أول أولوياتنا لجنة الإسكان، قانون التصالح على المخلفات. احنا طلعنا قانون لمده 6 أشهر وجدد 6 أشهر اخرى وانتهى قانون التصالح. نعم، ظهرت السلبيات مش عيب ابدا
ان لما يبقى في قانون وفي سلبيات ان احنا نقدم على تصريح بقى اصدار قانون جديد، لان ده قانون كان محدد او مرتبط بمده زمنيه. فاحنا في سبيلنا لمناقشه قانون تصالح جديد للقضاء على المشاكل وعلى السلبيات اللي ظهرت في تطبيق القانون القديم. قانون المطورين العقاريين والتطوير العقاري، واحنا شايفين مدى اهتمام القياده السياسيه للحفاظ على حقوق المواطنين المصريين مع شركات التطوير العقاري، وكذلك المحافظه على المطورين الجادين. فاحنا في سبيلنا ان احنا هنلغي قانون المطورين العقاريين والتطوير العقاري وتنظيم صناعه التطوير العقاري وتنظيم صناعه البيت في مصر. احنا عارفين ان الاقتصاد المصري حاليا قايم على 60 70% من الصناعات المرتبطه بصناعه البناء. يعني وشايفين احنا يعني مدى النهضه البنائيه اللي موجوده حاليا في المدن الجديده، القيمه الاداريه، العلامات الجديده. بالتاكيد نحن نرى يعني صروح مشيده في جميع الاماكن وفي جميع المحافظات على مستوى الجمهوريه، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على يمكن جهود الحكومه والقياده الرشيده خلال هذه المرحله للاستثمار في الحجر والبشر ايضا. شكرا جزيلا سياده النائب امين مسعود، امين سر لجنه الاسكان والمرافق بمجلس النواب.